كان الإمام أحمد بن حنبل إذا بلغه أن أحد أصحابه رزق ببنت قال أخبروه أن الأنبياء آباء بنات، ولا يزال الرجل عقيما من الذرية حتى يوهب البنات وإن كان له 100 من الأبناء. إن البنات ذخائر من رحمة وكنوز حب صادق ووفاء. إن البيوت إذا البنات نزلن بها مثل السماء تزينت بنجومها. دخل عمرو بن العاص على معاوية وبين يديه ابنته عائشة فقال من هذه؟ قال هذه تفاحة القلب. وأجمل ما قيل في حب الأب لابنته كلام النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة حينما قال إنها قطعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. وقيل لو كان بين إخوة يوسف أخوات بنات لدافعن عنه ووضعنه في أعماق القلب لا في أعماق الجب، لكنها حكمة الله. ولو أن بين إخوة يوسف أخت واحدة فقط لقصت أثره كما فعلت أخت موسى من قبل لتعيده إلى أحضان أمه. فالأخوات والبنات لا يعرفن أبدا طريق الجب، فقط يعرفن طريق الحب. وقال صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا البنات فإنهن المونسات الغاليات.